السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم مشاهدينا الكرام طوبى لمن اغدق الماء الطهور ومسح من الراس الى القدم ففي الوضوء بركه تهدينا الى السرور ان اصبغته بفهم وفقه العلم اهلا بكم مشاهدينا الكرام نتحدث اليوم عن نواقد الوضوء وسؤال الحلقه على صفحه الفيسبوك برايك هل مصافحه النساء توجب الوضوء ومعنا ومعكم فضيله الشيخ محمد وسام امين الفتوى بدار الافتاء المصريه مرحبا بفضلك معنا اليوم اهلا اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين هنا مولانا الحديث عن نواقد الوضوء ما حكم لو شك شخص في خروج ريح او شك في وضوئه هل يقوم باعاده الوضوء في حاله الشك وحكم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وعلى جميع الانبياء والمرسلين وملائكه الله. وبعد فان امر الشريعه الاسلاميه مبني على ان يكون المسلم قويا قويا في علاقته مع الله يقينا وحسن ظن قويا في عبادته الشرع ذم الوسوسه وكره ان يكون المسلم مضطرب الشأن ضعيف اليقين يهتز من اي عارض وانما عليك ان تسلك في عبادتك مسلكا سويا وطريقا مرضيا، فالإنسان إذا توضأ ثم عرض له عارض يشككه في أن الوضوء ما زال على حاله بأنه قد أحدث، أو بأنه قد شك في طهارته، أو بأنه شك أنه خرج منه ريح أو كل هذا ينبغي أن يطرحه المسلم جانبا ولا يلتفت إليه. علاقته مع الله ينبغي ألا يكون فيها اهتزاز. صنّف ابن قدامة المقدسي وهو شيخ الحنابلة في عصره الإمام الموفق كتابه ذم الموسوسين. اسمه كده الكتاب ذم الموسوسين. واخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الشيطان ربما عرض للمسلم في وضوئه وربما عرض له في صلاته وربما عرض له في طهارته فعليه الا يلتفت الى شيء من ذلك وان يبني على ما استيقن هنا الشخصيه المسلمه العابده لله عز وجل عالج الشرع نفسيتها وضبط عقليتها اذن فالشخصيه عندنا مكونه من النفسيه والعقليه فاذا اتزنت النفسيه واتضحت العقليه نتج عندنا شخصيه مسلمه متزنه لا تهتز باي عارض كما قال سبحانه وتعالى في المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم. منهج الاسلام منهج يجعل المسلم قويا قويا في نفسيته والقوة لا تعني الغلظة، القوة تعني الجدية نعم تعني اليقين. كن جادا ولا تكن حادا كن رحيما ولا تكن ضعيفا فهو التوازن الذي امرنا به الاسلام الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هذا هو الإتمام على أبهى ما يكون الكمال فعندما نعم فعندما عالج الشرع النفسية بأن لا يلتفت إلى شيء لا تلتفت فإنما ذلك يعني من وساوس الشيطان وإنما ذلك من ضعف النفوس كيف قال ابني على ما استيقنت، يعني ايه؟ يعني انا ماشي على قواعد عقلية منطقية واضحة، اليقين لا يزول بالشك، ثبت انني قد توضأت ثم عرض لي عارض يشككني هل أحدثت أم لا؟ أوه. يبقى الأصل أنني ما زلت متوضئا، شوف العقلية ماشية ازاي؟ وهذا في شأن المسلم وفي حياته وفي علاقته مع الله ومع الناس وتستطيع أن تجري قاعدة اليقين لا يزول بالشك في كل أحوالك يعني تستطيع أن تحول هذه القواعد الفقهية إلى مناهج منهج حياة تعيش به بين الناس توضأت ثم شككت هل أحدثت أم لا يبقى الأصل أنك توضأ طب العكس دخلت الحمام ثم شككت هل توضات ام لا يبقى الاصل ان انا لسه ما توضاتش شوف ازاي اليقين لا يزول بالشك في امر الزواج والطلاق لما يجي الراجل يقول ايه انا مش فاكر والله يا مولانا انا قلت انت طالق ولا قلت علي الطلاق ولا قلت ومش فاكر نيتي ومش فاكر درجه غضبي احسبها لصالح ايه لصالح الزواج المستمر لأن النكاح ثبت بيقين فلا يزول بالشك يبقى كده ان الزواج مستمر وما كانش فيه يمين وقع ولا يبقى هذه القاعده تسري نعم مسر الماء في الورد تسري في حياتنا فتضبطها لماذا ليكون المسلم متزنا في نفسيته واضحا ومقعدا في عقليته نعم ولذلك فقضية أنه هو يشك أحدث خرج منه ريح سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة لا تلتفت لا تلتفت يثبت على يقيني كن على يقينك أنك متوضئ نعم وده نفس الشيء أخوانا لو حاولنا أن احنا نطبقه في الصلاة مثلا طيب أنا صليت صلاة الظهر وشككت هل صليت ثلاثا أم صليت أربعا الاصل في انني صليت ثلاثه هذه الحاله لها وجهان بعض الناس تحصل له هذه الحاله مره واحده كل فتره طويله نقوم نقول له لا امشي على ما استيقنت الاصل ان انت صليت ثلاثه الرابعه مشكوك فيها يبقى تفضل في رقبتك لحد ما تاديه طيب لا ده واحد بيجيله في كل صلاه كل صلاه وسواس وسواس يفكر هل هو صلى ثلاثة ولا أربعة؟ هل هو صلى ثلاثة ولا أربعة؟ وحينئذ في هذه الحالة نفته بقول المالكية نقول له ابني على الأكثر شوف معالجة النفسية حتى في العبادة وصلت إلى هذا الحد الذي يأخذ فيه المسلم بنفسه إلى الأمن إلى الخروج عن الوسوسة الى معا يعني يعني ان ال يسر على نفسه نعم. يسر على نفسه نعم. تعامل مع الله بسلاسه قضيه الوسوسه في الطهاره ويقعد يتوضا مره واثنين وثلاثه ويتل... ده عذاب هو ربنا طالب منك كده لم يامرك الله بتعذيب نفسك صح وما تجعلش هذه الاجراءات تطغى على لب العباده خليك سهل لما سيدنا عمر مر واحد عمرو بن العاص بيقول يا صاحب الحوض مروا على حوض كده ترده الكلاب يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ الكلاب فقال له ف ف ف, ف, ف عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا شوف ازاي سلاسة نعم. ياخذ الاصل كده الاصل الطهارة المية انت شكك فيها ما تشكش فيها الاصل إن هي إيه طاهرة تعامل مع الله بسلاسة ينبغي ان نعيش عباداتنا مع الله بحب لا ان نغلب الـ 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 الطريقة الاجرائية على حساب لب, العباد لب العبادة نعم والاجراءات نعم. مطلوبة واركانها وشروطها وواجباتها وسننها كلها تمام لكن مش على حساب لب العبادة أصل العبادة نعم يعني هنا حضور الخشوع وحضور القلب أيضا أثناء الوضوء وفي العبادة ولا نضع أي فرصة للوسوسة أو الاندراج إلى الوسوسة أصل الوسوسة هتضيع منك مراد الوضوء نعم الوضوء على الوضوء نور على نور نعم الوضوء بتعيش فيه خروج الذنوب من أعضاء الوضوء فلا تجعل الوسوسة تغيب عنك هذا المعنى ده انت في كل عضو بتغسله ينبغي ان تستشعر مغفرة الله لما اقترفه هذا العضو فاذا ما غسلت وجهك اللهم تقول كده في, في نفس اللهم بيض وجهي غسلت ايدك اللهم اعطني يدي بيميني غسلت مسحت راسك اللهم اظلني تحت ظل عرشك أذنيك غسلت أذنيك اللهم أسمعني لذيذ خطابك ومتعني بحلاوة مناجاتك أي دعاء ربنا وفقك لي غسلت رجلك اللهم اجعل ممشايا في طاعتك وهكذا يبقى إذا عشنا معنى العبادة نعم وعشنا جوهرها وحقيقتها وجمالها خرج بنا عن قضية الوسوسة ولا ينبغي أن تكون هذه عائقا أمام عبادتنا لله سبحانه وتعالى وحبنا له وقربنا منه نعم أولا نذهب للاتصالات للمشاهدين أستاذة فضل. أمل أهلا بك يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا فندم لو سمحت أسأل الشيخ سؤال لو سمحت تفضلي فضلت الشيخ معك تفضلي حكم عمل الرجل ككوافير حريمي حاضر وسؤال ثاني لو سمحت اتفضلي الشيخ دلوقتي بيقول الأدعية اللي حضرتك بيقولها ساعة الوضوء م. طب أنا عندي أنا بتوضى معلش الحوض في الحمام يجوز إن أنا أدعي الأدعية دي إزاي؟ تمام في سؤال ثالث؟ شكرا شكرك يا أستاذ أحمد أم أحمد اتفضلي يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام أيوه السلام أه لو سمحت حضرتك في دلوقتي على على الفيس حاجه منتشره اللي هي يعني فزاعه كده ان كان في مجاعه في العهد الفاطمي وكان في لدرجه ان الناس بتاكل بتاكل الميته والناس كانت بتاكل بعض والكلام ده طب لو كان في فعلا ايه قصتها ونتجنبها ازاي لو في ايه مجاعه مجاعه والناس كانت بتاكل الميته العهد الفاطمي اه اه طب لو دي يعني نتجنبها ازاي هل بالدعاء هل ايه نتضرع الى الله وبعدين في حاجه ثانيه سؤال ثاني بعد اذن حضراتكم نعم في عندي دايما وسواس ان انا باذي الناس اللي بحبها بحسدها ب يعني انا بيرعبني امم تمام في سؤال ثاني يا محمد؟ الف شكر لحضراتكم يا فندم شكرا اشكرك يا ام احمد شكرا جزيلا ام احمد ايضا اتفضلي يا فندم اتفضلي يا ام احمد السلام عليكم وعليكم السلام ايوه اتفضلي يا فندم اتفضلي سامعينك سامعيني يا ام احمد اتفضلي الو سامعيني يا فندم اتفضلي ايوه اتفضلي انا عندي سؤالين طب يا ريت يا ام احمد تسمعيني من التليفون هيكون افضل ايوه انا سم... اوكي يا احمد انا عندي سؤالين السؤال الاول انا ابني لما اتولد ما ذبحتلوش ذبحتله مره وهو عنده يعني من سنتين كده فجيت الدبيحة الثانيه وقلت ان شاء الله لما يعني لما يظهر شهادته انا هذبح له فظهرت معايا ظروف رمضان وكده فينفع اذبح في رمضان في ناس قالوا لي ما ينفعش اذبح في ال يعني ذبيحة الولد وكده ما تبقاش في رمضان حضرتك سامعني؟ السؤال الثاني الو السؤال الثاني ايه هو اتفضلي السؤال الثاني انا عايزه اعرف الزكاه المالي الزكاه المالي لو الواحد معاه فلوس شايله في بطاطا شوية يا أحمد لو الواحد شايل فلوس في البسطة عشرين ألف يطلع فويدها قد إيه؟ وكان في منهم خمسة آلاف كده من يعني من كذا سنة نعم ف... عايزة أعرف تبقى فوايدهم قد إيه أطلعها يعني أطلع كله قد إيه؟ طيب حاضر شكرا شكرا لله شكورك يا أم أحمد أم عبد الرحمن اتفضلي يا فندم اتفضلي يا أم عبد الرحمن حاولي تتواصلي معنا مرة أخرى يا أم عبد الرحمن أم كريم اتفضلي يا فندم ايوه لو سمحت عايزه اسال الاخ اللي, اللي من الاب ده يعتبر صله رحم او مش صله رحم؟ طيب حاضر في سؤال تاني؟ لا شكرا, شكرا. استاذ عبير اتفضلي يا فندم الو اتفضلي يا استاذ عبير سامعيني أ... ايوه انا مدام عبير اتفضلي يا فندم إيه لو سمحت عايز اسال سؤال لفضيله الشيخ معاكي فضيله الشيخ اتفضلي أنا كان عندي فيلا وبحتها وجابت ثمانمية ألف وبعدين اشتريت مكانها شقق تلات أربع شقق كده بس لسه هستلمهم بعد خمس سنين والفيلا لما بحتها وجابت 800000 ألف طلعت طلعت فلوس عليها على الربح فأنا دلوقتي الشقق تلات أربع شقق دول من 2016 ولسه هستلمهم قدام أربع سنين تاني فاطلع علي ثمن الشقق زكاة كل سنة ولا لما اريحها واطلع على الربح بتاعها ولا لما لو فرض اجرتها اطلع على الايجار بتاعها ولا ايه؟ مش عارفه اتعامل معاهم ازاي عشان خاطر زكاه المال. حاضر. وفي سؤال تاني لو سمحت. تفضلي. آه عندي بنتي في اولى آه اعدادي آه لما بتيجي تتوضا في رمضان آه بتقول ان انا افتكرت ان انا بلحت ميه حاجات زي كده فما بترضاش توضى ولا تصلي الا على اخر لحظه. يعني عندها وسواس بلع الميه دوت وحاجات زي كده. فمش عارفه انصح اقول لها ايه. تمام وبرده مش مواظبه على الصلاه كما يجب زي بقيه اخواتها. تمام حاضر. ماشي شكرا. اشكرك يا مدام عبير. ام ادهم اتفضلي فندم السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بك يا ام ادهم. لو سمحتي كلمتين. اتفضلي يا الشيخ. اتفضلي يا فندم لو سمحت انا يعني حد اعرفه يعني اخذ اخذ حاجه من جرفه يعني بمعنى اصح ان هو سرقها هو عباره عن سيني اخذه من 13 سنه فهو دلوقتي يعني استرجع لضميره وعايز يرجعه بس لو رجع الحاجه دي هيبقى معروف أنه هو مش عايز يفضح نفسه فهو فكر ان هو يبيع الحاجه ويروح يرمي للشخص فلوسها. فانا بصراحه مش عارفه ايه الوضع الصحيح والحكم في الشارع يعني. ما يعرفش يردها باي طريق مش لازم يظهر نفسه. لا ما هو... معلش هو لو لو هي راحت الحاجه دي عن اي شخص تاني هيتعرف ان فلان. ان هو اللي خدها. ايوه هيتعرف ان فلان هو اللي خدها فهو عشان كده مش مش عايز يبعت اي حد بالحاجه. احنا مش عارفين نعمل ايه وهو ندمان بمشي شديد جدا ده الكلام ده من 13 سنه تمام تمام يا انا عايزه حكم حضرتك يعني تمام يا ام ادهم ما... ليكي ليكي سؤال تاني اتفضلي اتفضلي ما حكم الجماع بين الزوج والزوجه من دبر وما طيب. حكم القران وما حكم القران ما حكم ايه القران ما حكم الكرآن؟ القران 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 أيوه. يعني يعني ايه ما حكم القران يعني ايه, يعني إيه اللي ورد يعني ال فهمت يعني حكم القران في المساله دي ايوه, أيوه. حاضر, أيوه. أيوه. حاضر 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 أيوه. شكرك يا ام ادم استاذة ايمان اتفضلي يا فندم الو اتفضلي يا أستاذ ايمان اهلا بيكي السلام عليكم وعليكم عليكم السلام, السلام. لو سمحت يعني كانت قال لي ان الريح اللي بيفسد الوضوء له شروط او او له احكام فانا عايزه اعرف يعني ايه الشروط بتاعته عشان اذا كان يفسد الطهاره او لا طيب, طيب حاضر اشكرك يا حاج ايمان استاذ فضلتك نخرج لهذا الفاصل مشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود نجيب على تساؤلات وايضا مستمرين في تلقي المزيد من الاتصالات ابقوا معنا حابب بس أسأل حضرتك بس عن الطريقة الصوفية، هل هي حرام أم حلال؟ وإيه هي مميزاتها وإيه عيوبها؟ واللي اللي بيسمع اللي هم بتوع الطرق الصوفية دولت صح ولا غلط؟ صح أم خطأ؟ يعني أنا مش فاهم، بس كنت حابب إن أنا أفهم وأستفسر عنها. كنت عايز أسأل هل لما نحط مثلا فلوس بالبنك ده حلال ولا حرام؟ الجواز اللي هو المحلل، هل حرام شرعياً ولا حلال؟ اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى بجد الترحيب ايضا بفضلتك مره اخرى يمكن اسئله المشاهدين متنوعه وفي الشارع مختلفه ممكن نجاوب عليها في البدايه يا مولانا هي الشخص الاول يتساءل عن الطريقه الصوفيه حكمها ومميزاتها وعيوبها أصل. هو في الحقيقه ال... ال... الكلام عن الطريقه الصوفيه او الطرق الصوفيه هو ينبغي ان يكون منطلقا من المعاني الشرعيه يعني عندما نختلف حول مصطلح معين نرجع للأصل هو الصوفية جاية منين الصوفية دي عبارة عن التعامل مع جانب الإحسان في الشريعة الإسلامية عندما جاء سيدنا جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام فسأل النبي صلى الله عليه وآله علي وسلم, وسلم يا محمد أخبرني عن الإسلام اخبرني عن الايمان اخبرني عن الاحسان فصارت علوم الاسلام مقسمه على حسب هذه الثلاثيه الاسلام الفقه والاحكام والعبادات الايمان اللي هي العقائد والالهيات والنبوات والسمعيات وما يجوز في حق الله وما يستحيل وما يجب في حق المرسلين وهكذا وبعدين الاحسان اللي هو ايه السلوك الى ملك الملوك هو دي الطريقه الصوفيه السلوك الى ملك الملوك اه الاخلاق انما التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف التصوف زهد والزهد مش معناها الفقر لا الفقر إلى الله لكن الزهد معناها أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك تعال عن الشهوات وغير ذلك يعني عندما تتعامل مع الدنيا تتعامل معها على أن الله أوجدك فيها وأمرك بالتماس أسبابه لا بأنها تؤثر فلا مؤثرة على الحقيقة إلا الله الطرق الصوفية هي ترجمة لهذا الجانب جانب الإحسان من الإسلام طيب الطرق الصوفية وحكمها إيه و مميزاتها وعيوب وعيوبها ومميزاتها هي القضية مش كده القضية إن إحنا دائما كما قال الجنيد إمام أهل الطائفة يقول لك إمام أهل الطائفة الإمام الجنيد رحمه الله أبو القاسم الجنيد كان يقول علمنا هذا مبني على الكتاب والسنه ومن أجل هذا ألف الإمام الحافظ أبو نعيم الأصبهاني كتابه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء كتاب كبير قوي كده ذكر فيه أهل الصفة الصفة نعم وهم بداية التصوف نعم وذكر فيه أفعال الصحابة وذكر فيه يعني صحابيا صحابيا ثم تابعيا تابعيا ثم من, من جاء بعدهم وفي مقدمة ترجمة كل إمام من هؤلاء ذكر تعريفا للتصوف فذكر نحو من ثمانمائة تعريف ثمانمائة تعريف آه كل هذا إيه إيه ل يعني وصف هذه الحالة حالة أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك نعم. هذا هو لب التصوف وهذا هو طريقه وهذا هو جوهره قضية بقى الخلاف على بعض التصرفات بعض الممارسات الاولى في طرق التصوف في طريق اهل الله كلما كان اقرب الى السنه وكلما كان ابعد عن ان يحمل المريد ما لا يطيق يبقى اذا اردت ان تعرف المميزات فما اهم ما يميز طرق اهل الله انها كلما كانت اقرب الى الكتاب والسنه وكلما كانت ابعد عن التشد او او التشديد على المريدين والمنتمين اليها وهذه الطرق شانها ليس كشأن الجماعات الايه التي تسمي نفسها إسلامية إيه الفرق بين ده وده إن دول الجماعات اللي بيقولوا على نفسهم إسلامية بيحاربوا بعض وبيكفروا بعض وبيبدعوا بعض وكل يظن أنه هو المسلم أنه هو على الحق وما عداه فإلى النار ودي طالما معانا دي أخت ودي مش معانا يبقى مش أخت وده اخ وده مش اخ وهكذا فرقوا الامه واستعابوا عن الرابطه المحمديه التي تجمع المسلمين بالرابطه الجماعة رابطة الجماعه لكن طرق اهل الله متكامله لا تجد عاقلا مريدا ينتمي الى طريقه يكره مريدا ينتمي الى طريقه اخرى ليه لانه كله ملتمس ومقتبس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله بحر لا تكدره الدلاء مهما أخذت هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله فهي طرق تكاملية طرق تكاملية ولذلك قالوا الطرائق على عدد أنفاس الخلائق يعني <applause> كل إنسان وطريق الله واحدة في جوهرها واحدة ولكن العباد بينهم وبين ربهم أسرار أساليب مختلفة ولو حققنا النظر فسنرى أن كل إنسان له طريقه مع الله نعم سبحان الله كل إنسان له طريقه مع الله وكل إنسان يعلم الله ما في نفسه قد تجد أخوين متواخيين متصافيين يفعلان كما يفعل كل واحد منهما وتجد أحدهما أعلى من الآخر ليه؟ في في القلب شيء رفع هذا عن هذا نعم ويعني حتى قالوا إن, 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 أخوين كان يعبدان الله تعالى معا وكان يفعلان الخير معا ويصلي كل شيء مع بعضه فلما لقي ربهما يوم القيامة رفع أحدهما إلى الفردوس والآخر لم ينل هذه الدرجة قال يا رب لما رفع وأنا كنت أفعل ما يفعل قال لأنه كان يسألني اللهم ارزقني الفردوس الأعلى ببساطة كده شوف حسن الظن بالله هنا بقى في, الدعاء بس زيادة ولا حاجة الدعاء ده إيه اللي خلاه يدعي بكده حسن الظن بالله تقرب إلى الله بالدعاء وأنا عند ظن عبدي بي نعم يبقى طريق التصوف ده لا ينبغي ان نحاكمه ببعض المظاهر التي يكرهها بعض الناس، لا طريق التصوف هو الخلق. ولما يعني ظهر في هذا العصر وفي عقوده الماضيه عفوا من يحارب اهل التصوف ومن ينكر عليهم فسدت الاخلاق. لان التصوف كان معيارا يضبط القيم والاصول. نعم فلما ذهب التصوف أو, أو لما حُورب التصوف من المتشددين ظهر هذا الخواء الفكري والنفسي والروحي فرأينا كيف يكره الأخ أخاه وكيف يقتل الزوج امرأته وكيف يكره الولد أباه إلى غير ذلك من المظاهر السيئة التي إنما ظهرت لافتقاد التصوف فإن العالم لا يعرف الفراغ وقلبك ان لم تملاه بالحق وبالنور امتلا ظلمه نعم وهذا شان ابائنا واجدادنا الذين كانوا في كل المواسم يحرصون على الذكر وحلقه وقراءه القران واستحضار المقرئين والمشاركه في الموالد والمواسم وكل هذه المظاهر الاجتماعيه التي صبغت حياه الناس حبا وتدينا وعشقا لأولياء الله تعالى وآل بيت سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكفي أن نرى انظر إلى هؤلاء المتشددين هؤلاء الخوارج الذين يحاربون أوطانهم ويكفرون خلق الله لا تجد أحدا منهم زار آل البيت أو انتمى إلى طريقة أو جلس في حلقة ذكر أو إنشاد ترقق القلوب أو فعل أي مظهر من مظاهر الإيمان ولذلك فلا لا نريد أن يتحول الدين إلى طقوس لا حس فيها ولا روح بل علينا أن نرجع إلى السلوك إلى الأخلاق إلى التصوف في معينه الصافي كما عليه كما كان عليه علماؤنا وأجدادنا وآباؤنا وسلفنا الصالح تصوف حقيقي معناه الخلق والاقبال على الله والزهد في الدنيا وحسن معامله الخلق باختصار عامل الله في خلقه. نعم. بارك الله في فضيلتك يمكن اجابه شفيه وقويه جدا ورساله مهمه جدا ايضا عن التصوف وعن اصل التصوف وعن اخلاقيات التصوف وصفاته المسامحه أيضاً. نعم العفو بين الناس اين خلق العفو؟ اين الزهد في الدنيا؟ أين هذه الأمثلة الراقية شيخنا الدكتور علي جمعة كان يعني سمعته يقول ما نازعني أحد في دنيا إلا تركتها له ويفتح الله عليه أضعاف أضعاف ما يترك لماذا؟ لأنه يعمل لله من كان في الله تلفه كان على الله خلفه نسأل الله أن يرجع هذه المعاني وهذه الأنوار إلى المسلمين حتى يستعيدوا أمجادهم وطريقهم إلى الله تعالى اللهم أمين يا رب العالمين يمكن السؤال الآخر أيضا كان حكم إيداع مال بالبنوك حكم آه ذلك مولانا ما فيهاش حاجة ما إحنا قلنا قبل كده وتكلمنا ودار الإفتاء المصرية عملت مؤتمرا يعني كان فيه فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام حفظه الله تعالى وبينا فيه بكل وضوح بعد الدراسات المستفيضة وبعد الساعات المتكاثرة الطويلة في التدارس مع الاقتصاديين والقانونيين والأهل العلم والشريعة والقضاء أن هذا تمويل عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها خالية من الغرر والضرر فلا شيء فيها السؤال الاخير حكم الزواج المحلل حرام ام حلال النبي صلى الله عليه وسلم لعن لعن المحلل والمحلل له لعن المحلل والمحلل له وهذا يحتاج الى شرح نعم يعني التحليل زواج التحليل هذا ملعون ولكن ما هو ما هو زواج التحليل هذا يحتاج الى حلقه كامله حتى نشرح هل زواج التحليل اي 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 ان اي اي يحصل اتفاق طب الاتفاق ده لو كتب في الحقد طب لو حصل شفويا طب لو لم يحصل اتفاق واتى رجل يريد ان يتزوج المراه من عند نفسه حتى يطلقها هو برغبته لترجع الى زوجها الاول هو شايف الاسره كده مهدمه يعني لها فروع كثيره ومساله تحتاج الى بسط وتحتاج الى تفصيل حتى لا يكون الحكم عاما دائما التعميم في الاحكام مظنه الاخطاء ومظنه الافهام الخاطئه ولذلك لا نريد الا ان نذكر الحديث الشريف لعن الله المحلل والمحلل له وكل حاله يسال عنها باستقلال مع ذكر ظروفها وما فيها من الإجراءات هل يبطلها أحيانا يكون باطلا وأحيانا يكون حراما ولكنه إذا تم فيستمر وأحيانا يكون جائزا إذا لم يكن فيه اتفاق اتفاق في البداية نعم فإن الزواج قائم على إرادة الطرفين من غير قدح في نية أي طرف نعم بارك الله في فضلتك نذهب لتصالات المشاهدين أم خالد اتفضلي, اتفضلي يا فندم اتفضلي يا أم خالد السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا اتفضلي يا فندم عايز أسأل سؤالين يا شيخ حسام اتفضلي انا اتوضى مثلا بعد بقدرش اتوضى بلاقي حد يوضيني ساعة المغرب زكاة طيب تمام فباخد ما اقدرش اتوضى تاني ام ايه اعمل جمع تقديم للعشاء هل ده صح يجوز؟ تمام طيب هل ده كل يوم؟ لا مش كل يوم بكون مش لاقي حد يوضيني بس طيب جميل جميل تاني ما حاجة مفيش ما مانع مفيش ما مانع يخفش. نعم مفيش ما مانع يجوز يجوز طيب حضرتك رجلي برضو تعبانه جدا خشونه جامده وما بقدرش احط رجلي وانا بتوضى كل 24 ساعه في الطشت ساعات ساعات اقدر وساعات ما اقدرش فبخليهم يعملوا لي يعمل يعمل لي بالشراب يبلوني لي لي رجليا الشراب الجديد هل يجوز؟ يبلوا الشراب يعملوا ايه؟ يمسكوا الشراب يعني اي حفوطه حتى يبلوها يبلوا الفوطة وبعدين يمسحوا رجلك؟ زي بالظبط زي يقول أكيد طيب تمام 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 يا أم خالد برضه ده ما فيهوش حاجة ده صحيح تمام بنشكرك يا أم خالد شكرا جزيلا مولانا يمكن قبل أن نتطرق لأسئلة المشاهدين يمكن سؤال أو نقطة مهمة هل مصافحة النساء هنا تنقض الوضوء يتوجب فيها الوضوء؟ مصافحة المرأة يعني في كونها تنقض الوضوء او لا تنقضه محل خلاف بين الفقهاء طرفان وواسطه فمن العلماء من يرى ان لمس المراه ينقض الوضوء ومنهم من يرى ان لمس المراه لا ينقض الوضوء ومنهم من توسط وقال اللمس بشهوه ينقض الوضوء وبغير شهوة لا ينقضه. ونحن نفتي بالأيسر نفتي بقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأدلة كثيرة يعني تدل على أنه يعني إذا حصل لمس للمرأة فإنه لا ينقض الوضوء. <applause> دائما في الأمور الخلافية إذا ضاق الأمر اتسع ما دام في الأمر سعة فيجوز للإنسان أن ييسر على نفسه إذا كان هناك مجال للخروج من الخلاف ويتوضأ فذلك حسن لكن بعض الناس يشق عليه تكرار الوضوء خاصة في المصالح الحكومية خاصة في الأماكن العامة فبنقول ايه بنقول آآ آآ لمس المراه لا ينقض الوضوء نعم نذهب لاتصالات المشاهدين استاذه امل كانت تتساءل هنا حكم عمل الرجل كوفير حريمي لا هو لا, لا, لا يعني لمس الرجل عندما يعمل كوافير حريمي هو كده بيعمل شعر المراه الاجنبيه فهذا لا يجوز نعم لا يجوز لا نعم. هنا مولانا يمكن لديها سؤال مهم جدا وخاص بامر الوضوء ان هي هنا حضرتك كنت بتقول في ادعيه اثناء الوضوء لكل عضو في في الجسد اثناء الاغتسال و يعني يعني على كل عضو. الأخت امل آه بتقول ازاي إن احنا حمام. في الحمام وهندعي الادعيه نعم ما هو خلي بالك الحمام اللي احنا فيه ده بنشد فيه السافون يعني بيطهر يعني الميه اللي هي بعد ال... بعد موضع قضاء الحاجه خلاص طهرت. بس هو المكان في العموم يا مولانا ما يعني ينطق فيه اسم الله اثناء دعاء والذكر وغير ذلك. ما هو خلاص يعني قضاء الحاجه انتهى خلاص، احنا دلوقتي ايه ب... ب... على الحوض. الحوض داخل الحمام؟ ايه علاقة الحوض بالنجاسة؟ الحوض ده موضع الماء والطهارة ما فيهوش حاجة ولذلك بنسمي ونذكر الله وندعو بأدعية الوضوء وإذا انتهينا من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أذكر الوضوء و وما قبل الوضوء كلها تقال هل ممكن تقال في السر مثلا أو تجريها على قلبها مثلا على قلبها وعلى لسانها إيه الإشكال ليس هذا موضع نجاسة نعم النجاسة في اللي هي في عين القعده وقد يعني صرفت بالماء يبقى خلاص لكن ان بقى يبقى في دي موضع نجاسه ده بقى نوع من الوسوسه. نعم. فاماكن قضاء الحاجه التي الافرنج اللي احنا فيها دلوقتي دي خلاص بالماء يذهب الايه؟ الخبث. فلا فليذكر الانسان فيها أذكار الوضوء وما ما يشاء نعم أم أحمد هنا لديها سؤال خاص بتقول إن في مجاعة في العصر الفاطمي وكان في ساعتها في فترة بيأكلوا فيها الميتة فهنا بتقولها إزاي إن احنا نتجنب مثل هذه الظروف أو لو في في وقت الأزمات وإن احنا مثلا ما ناكلش ميتة أو نتجنب الأزمات إزاي؟ كان سؤالها في ده أنت عارف السؤال ده يا أستاذ رامي يتعلق بسؤالها الثاني م. لانها سالت في السؤال الثاني حسد الخاص باقاربها واحبابها آه وسواس وحاسه ان في اذيه وان يعني لا خلي عندك حسن ظن بالله اخرجي من هذه الحاله حاله ترقب الشر وحاله سوء الظن وان الناس هتحصل مجاعه وان مجاعه ايه ربنا سبحانه وتعالى حفظ هذه البلاد واكرمها غايه الكرم والنبي صلى الله عليه واله وسلم بس. بشرها وبشر اهلها انهم في رباط الى يوم القيامه نعم. طب هيبقوا في رباط ازاي وهم مش لاقين ياكلوا اذا هذا الـ هذا الـ هذا, الـ هذا نوع من الوسواس حتى لو كان على الفيس وعلى الـ 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 وسائل التواصل ومش التواصل ما هو كل حاجه موجوده على وسائل التواصل لكن انت بتمشي خلف ايه؟ او ايه اللي بتشوفه قدامك؟ تفاءلوا خيرا تجدوه. نعم. أم احسن ظنك بالله ترى الخير امامك. احسن الله. ظنك بالناس يصلح الله حالهم لك. نعم. لكن هتترقب الشر هتلاقيه وهيفضل وفلان طب اقول له طب اعمل كذا يقول لي ما انا عملت كذا مئة مره قبل كده. الا طب ما يمكن ربنا أذن أن يصلح الحالة في المية وواحد نعم الله كل يوم هو في شأن نعم عايزين بس نجدد يقيننا بالله وحسن ظننا به وبعباده كل يوم هو في شأن فإذا أحسننا ظننا بالله تغيرت أحوالنا نعم ولذلك روى الإمام البيهقي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول من الشعر كله الا بيتا واحدا كان يقول تفاءل بما تهوى يكن فلقلما يقال لشيء كان الا تحقق وكان لا يعربها حتى لا يصير شعرا هي ايه تفاءل بما تهوى يكن فلقلما يقال لشيء كان الا تحققا الله عليك قال شارح البخاري المتاخر هذا اسناد مسلسل بالنحاه نعم. فلنحسن ظننا بالله ولنحسن ظننا بالخلق فان الله عز وجل سيرينا من نتائج هذا الظن الحسن وهذا التفاؤل ما يقر اعيننا نعم. عايزين في فيما تبقى من وقت نحاول بايجاز نجاوب على باقي التساؤلات للمشاهدين ام احمد بت... بتسال عن العقيقه في رمضان وماله؟ تسبح في رمضان هنا؟ بالعكس سبحان الله ده جاء في حديث سيدنا سلمان الفارسي انه في خطبه النبي صلى الله عليه وسلم باستفتاح رمضان قال من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضه فثواب العقيقه اللي هي سنه ربنا هيديك عليها ثواب الفريضه. ففي رمضان تضاعف الاعمال الصالحات. حتى ننتهي من اسئلتها سؤالها الاخر الزكاه في المال وزكاه المال في البوسطه وفي البنوك وزكاه الار اذا بلغ النصاب يعني ايه ما قيمته 85 جرام ذهب عيار 21 يبقى تطلع عنه 2.5% لو ده هيضلعها يبقى تطلع عشر الارباح. قضية الشيخ أه طب وبقية الأسئلة؟ أه ما احنا من الأخذ الأخذ بس صلة الرحم, أه من, صلة الرحم نعم من صلة الرحم نعم زكاة طيب عن الشقق شقق أه ليس فيها زكاة ولا حتى لما تبيعيها أو تأجرها فزكي عن آخر سنة أه بنتها فكرة الوضوء هنا هي وسواس برضو أه داخلة في قضية الوسواس لا بلاش وسواس قولي لها بلاش وسواس هي فاكرة أنها بلعت مية نعم لا ما تفتكرش كده وبعدين حتى لو بلعت غصب عنها معفوات مسموح الشخص اللي عايز يرجع الشيء اللي هو من فتره اخذه من من جيرانه او هو أو بيقول مش قادر يرجعه بحاله خلاص يرجع الثمن مش مشكله بس المهم الطريقه يا مولانا المهم يتحي بص من 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 اخذ اموال الناس يريد أداءها ادى الله عنه فكر يفكر في الحاجه اللي خدها يفكر يرجعها ازاي وربنا يهديه كيف يرجعها نعم الجماع من الدبر ربنا سبحانه وتعالى حرم هذا تحريما قاطعا نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم فدل على ان الحرث موضع الولد. بارك الله في فضلت فضيله الشيخ محمد اسامه امين الفتوى بدار الافتاء شكرا جزيلا. بارك الله فيكم حياكم الله وبياكم وكل عام وانتم بخير. كل عام وحضرتك بخير يكفي يعني في النهايه ان اذكر بس بعض الرسائل جاءت من الحاجه ام احمد وغيرها من المشاهدين يذكرون الامه الاسلاميه بصيام الايام القمريه دمتم في رعايه الله وامنه الى الملتقى.